الموضوع هذا موضوع صعيب علي أنا خصوصا، لأنني أنتمي إلى الجامعة المغربية وأنا أستاذة بالجامعة المغربية، وكاين هذاك الانتماء، وكل شيء كيعرف بأنه فاش كتنتمي لواحد الجسد ما كتبغيش تسمع عليه شي حاجة خايبة، وكاين في نفس الوقت كاين الانتماء الحقوقي اللي ما يمكنش بصفة نهائية أنه يوصل العلم ديالك بأن هناك تجاوزات وتغض عليهم النظر بحجة الانتماء. هذاك الانتماء كاين، وأنا جد مفتخرة به، وأنا جد مفتخرة بالجامعة المغربية التي درست بها والتي أدرس بها ولا زلت أدرس إلى يومنا هذا، والأساتذة اللي تعاملنا معهم في حياتنا كلية أساتذة أجلاء محترمين، كيكونوا بعض الاستثناءات ديال شي سلوكيات غريبة وسلوكات شادة، ولكن ذلك لا يمنع بأنه الجامعة المغربية خدمت كثيرا هذا الوطن، وكل ما هاد الأطر هادو اللي كاينين واللي كيشتغلوا من أجل رفعة الوطن راه خريجي ديال الجامعة المغربية، وذلك مفخرة. غير هو كيبان لي بأنه مع هاد الثورة التكنولوجية تم رفعوا الغطاء على شي حاجه اللي كنا كنسمعوا بها، ولكن ما عمرنا تاكدنا. كتسمع غير الطشاش ديال الكلام، ولكن فاش كيتحول الامر لشكايه، لانه ما بين كتسمع كاين الاشاعات مغرضات تقدر تقول اشاعه، ولكن فاش كتجي شكايه، فاش كتجي كطالع على ادله لا يمكنك بصفه نهائيه ان تنكر بان المشكله موجود، ما كيبقاوش اشاعات، كيولي بانه راه فعلا كاين مشكل، وهذا المشكل هذا خاصو يتعالج. حنا دابا ماشي الهدف ديالنا هو انه نسيء الجامعه المغربيه، ولا يمكنني انا بصفه نهائيه انه انا نسيء لما انتمي اليه. هي غيره على الجامعه، وغيره على هذوك الطالبات لانهم بنياتنا، وجواب لبعض الناس اللي عندهم واحد الفكر ذكوري يحمله الرجال وتحمله ايضا النساء، اللي كيبداو كيردوا الطالبه هي السبب في هذاك الشيء اللي تعرضت ليه، وهذا شيء جد خطير جد خطير، ولكن ماشي غريب، لانه حنا موالفين ان وقت ما شي مراه ناضت وقالت لك راه عندي مشكل ولا بغات تفضح شي اعتداء تعرضت ليه، المجتمع كيقول لها راه كنتي مسؤوله، شنو كنتي لابسه، معاش كنتي خارجه، الى اخره. خطير حين يتعلق الامر بطالبات، لانه الطالبه اساسا ما كايناش في موقع قوه، هي في موقع ضعف. ونقولوا كاع مثلا في المثال هذه الطالبه هذه منبهره بالاستاذ ديالها وكتعتقد بانها كتكليه شي مشاعر معينه، ولكن الاستاذ هو الذي يؤطر العلاقه، الاستاذ هو اللي كيفهم وكيأطر وكيحميها هي وكيحمي راسو، ما كيتجاوز الحدود ديالو. وما كايناش حاجه سميتها علاقه رضائيه فاش كتكون السلطه، والسلطه ديال النقطه سلطه مهمه جدا. علاش؟ لانه هذيك النقطه هي اللي غادي تمكن هذيك الطالبه انها تجتاز الامتحان ديالها وتاخذ لو ديبلوم، ومن بعد غتخدم بهذاك لو ديبلوم، ومن بعد غتمشي تخدم وغتلاقى ثاني مع واحد اخر يقول لها العمل مقابل الجنس، فتولي يوليو عندنا نويرات هكا جاو للجامعه المغربيه في الجامعه خسروا، فاصبحنا يمتهينا الدعارة حتى في مكان العمل، ونطيحوا ثاني في هذاك التجار بالبشر هنا، والتجار بالبشر اللي وفين ما مشات، الى متى. يجب ان نكاشف انفسنا، ويجب ان نفضح، ماشي بنيتي الإساءة، ولكن بنيتي ايجاد حل. خاص يتلقى حل، خاص هاد الناس هادو اللي هما قلال انا اظن، ولكن كاينين اللي كيعتبروا بان هذوك الطالبات اللي جالسين قدامهم راه متاحات، خاصهم يفهموا بان هناك مجتمع مدني اللي متيقظ وحاضر ناظر ومستعد انه يساند اي متضرره ولا اي متضرر، لانه هذا الشيء يقدر يوقع في سميتو عند الطلبه وحتى عند الطالبات.
دونك خاصهم يفهموا بان راه كاين حتى دول الهدف ديال المجتمع المدني، هي الغايه من المجتمع المدني ان يبقى متيقظا باش يسلط الضوء على المشاكل ويحلهم. حنا بغينا جامعه مغربيه في المستوى ديال التطلعات، المستوى العلمي الاكاديمي والمستوى ايضا الاخلاقي. جانا كاع عندي طالبه متيمه انا نحبسها ونعرف بانه ما عندها عقل ونتعامل معها على هذا الاساس ديال ما عندها عقل، وبانه راه نزوه من النزوات، لانه هذا الشيء كيوقع انه الاستاذ جالس في سميتو في المكتب ديالو وهي جالسه. شي عايشنا حتى فاش كنا طالبات، كانوا معنا طالبات اللي كنا جد مسيمات باساتذه، ولكن الاستاذ هو اللي كيرسم الحدود وما كيخليهاش تدخل عنده في هذاك لو كادر اللي راسم لراسو. وهذه هي المسؤوليه اللي عند الاساتذه، لانه هي راها تعليم ولكنها ايضا تربيه، راه كنربيو. الاشكال اللي كاين هو انه كاينه حرمه الجامعه. الجامعه هي واحد البلاصه ديال العلم ديال النبل ديال العقل، يخاطب العقل ماشي الجسد يخاطب الجسد. راه الناس فاش كيمشوا كيبغاو يديروا داكشي اللي بغاو يديروا كيمشوا لبلايصو، ولكن فاش كتجي للجامعه كتجي تقرا، كتجي لاناره عقلك وان ينير عقل ما عقلا اخر، يشعلوا هذيك البولاكه في راسو. دونك هنا كاينين العقول، ما كاينش اجساد، ما كاينش اجساد. وهاد الناس هادو اللي كيظنوا كيتكلموا قال لك على التراضي، انا لا افهم ولم افهم ابدا اشنو هو التراضي هذا اللي كاين في واحد العلاقه التي تحكمها السلطويه. راه لا يمكن طالبه تعجب باستاذها شيء عادي جدا، انها ما تقدرش تفرق ما بين الحب والاعجاب شيء جد وارد، انها تسقط عليه الاحلام ديالها ديال الرجل الذي تنتظره منذ زمان وارد، فارس الاحلام وارد، لانه هذيك الهيبه باش كيتم داخل وفلان في وكل شيء جالس وكل شيء كيحترموه هو جالس ويتكلم. تقدر يمكن ان تعجب بسهوله وتكون عندها مشاعر مختلطه، ولكن هو الاستاذ اللي كيرسم الاطار. وراها لطالما تساءلت وانا طالبه على شنو هو السبب اللي كيجعل مثلا طالبات ولا الطلبه كيمشيو عند الاستاذ مور ما كيسالي الدرس، قال لك كيسولوه نورمالمون سالا الدرس صافي سالينا انتهى، لانه هذاك اللي كيلهيه ولا هذيك اللي كينالهيه كيوليو كيشوفوا كيقولوا ياك ما غيكون تفضيل ياك ما غتكون افضليه، كيوليو حتى هما كيجيو يتقربون الى اخره. كاين شي حوايج خاص يتعاد فيهم النظر،